اعترفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتورط 19 سجانا تابعا لإدارة السجون في الاعتداء بالضرب المبرح على المعتقل ثائر أبو عصب من مدينة قلقيلية الشهر الماضي، مما أدى إلى استشهاده. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن جثمان الشهيد أبو عصب خضع لتشريح أكد تعرضه للاعتداء بالضرب ما تسبب في وفاته. من جانبها ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم أنه تم إطلاق سراح جميع السجانين 19 المتورطين في الاعتداء، وادعت أنه فرضت عليهم شروط مقيدة فيما ستتم مواصلة التحقيق معهم. يذكر أنه منذ 7 أكتوبر استشهد 6 معتقلين في سجون الاحتلال نتيجة لتعرضهم للاعتداء بالضرب الهمجي والوحشي.